بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد مع بعض الجزء الثاني من سيشن 4 للماده تي 215 ايه. هناخد فيها اول حاجه السكيورنج اوايرلس لان، يعني حمايه الشبكات اللاسلكيه. بيقول لك each of these vulnerable to different threats، يعني كل حاجه من الحاجات دي معرضه للهجمات، الهاردوير والسوفتوير والداتا. طب ازاي معرضين للهجمات؟ الهاردوير ممكن لو عندك حتى جهاز راوتر في البيت، ممكن حد يدخل عندك يسرق الجهاز بتاع الراوتر، او ممكن لو جهاز الراوتر ده واصل ليك عن طريق خط تليفون، ممكن حد يخرب لك خط التليفون من بره او يقطعه او يعمل فيه اي حاجه. السوفت وير ممكن ان حد يدخل على الشبكه اللاسلكيه بتاعتك عن طريق بعض البرامج، ويقدر ان هو يحصل على الباسورد بطريقه معينه، الباسورد بتاع الشبكه، او ممكن يخربها لك عن طريق بعض البرامج اللي موجوده. طيب يبقى الهاردوير كان بيستول، ممكن يتسرق، خصوصا كمان في الشركات الكبيره بيبقى في اجهزه كبيره للحاجات دي، فممكن انها تتسرق فيزيكلي دامجد، ممكن حد يخربها or tampered with او يلعب فيها، so that normal service الخدمات العاديه or access او الوصول ليها is restricted، ان هو يتحجب او محدش يقدر يوصل لها، محدش يقدر يوصل للخدمات. ممكن كمان ان السوفت وير يتخرب، ممكن ان هو يحصل له حذف او تعديل بحيث ان هو ما يشتغلش، البرفورمانس بتاعه ما يشتغلش بالطريقه المطلوبه. تمام، ده بيحصل عن طريق ايه؟ بيقول لك عن طريق استغلال الثغرات الامنيه، تمام، في البرامج، او من خلال استخدام بعض البرامج المضره، او برامج يعني فيروسات مضره ممكن حد يستخدمها. البيانات كمان الداتا كان بي ديليتد، ممكن تتمسح او تتسرق او حد يعني يعمل ضرر عليها، تمام، بحيث ان الخصوصيه وسلامه البيانات تبقى يحصل لها ضرر. طيب هنا في سؤال جالك في الميدترم قبل كده، قال لك computer networks make use of many security measures. Security measures يعني إجراءات أمنية that combine to form an overall security solution، بحيث إنها ممكن تتحد مع بعض عشان تشكل حل أمني شامل. Describe each one of these four measures. يبقى أنت عندك four measures، عايز منك إنك توصف لي كل واحد منهم، وخلي بالك إن السؤال ده كله جه في الامتحان بنفس الطريقة. طيب خلي بالك ان التدابير اللي احنا بنعملها دي، ان احنا بنراعي الهجمات اللي ممكن تحصل فوق، مش احنا اتفقنا ان في هاردوير او سوفت وير او داتا ثريتس، هجمات ممكن تحصل على الحاجات دي. طيب التدابير اللي احنا المفروض ان احنا نعملها، فيزيكال ميجرز، التدابير الماديه، ان انا خايف على الاجهزه حد يسرقها، حد يوصل لها، حد يعمل لها، فبعمل ايه؟ ببدا احط ملصقات تحذيريه، اكتب ممنوع الاقتراب من المكان ده مثلا، اهو وضع ملصقات تحذيريه على معدات الشبكه، ومنع الوصول الى المباني او الغرف، مفيش حد من حقه ان هو يوصل لغرفه السيرفر، لان دي غرفه ممنوع ان حد يدخلها ابدا. بعد كده كمان سوفت وير سكيورتي، اللي هي برامج الحمايه او انظمه الحمايه، ممكن نسميها احسن انظمه الحمايه. انظمه الحمايه اللي هي ايه؟ انا خايف ان في فيروس يدخل لي، او خايف ان مثلا يبقى في حاجه فيها ايرور او فيها باجز، فبعمل ايه؟ ببدا ان انا احط برامج مكافحه للفيروسات، اعمل تحديثات عشان لو في اي عيوب او مشاكل يحصل لها عمليه تحديث. ده بالنسبه للسوفت وير سكيورتي. عندي كمان بروسيجرال ميجرز، اللي هي تدابير اجرائيه، ان انا على سبيل المثال خايف ان يحصل يتسرق الاجهزه، او حد يحط لي فيروس او حاجه زي كده، فالبيانات دي لازم اخد منها نسخه احتياطيه، تمام، يبقى ضمان اتباع القواعد بطريقة منهجية، على سبيل المثال ضمان عمل نسخة احتياطية للبيانات بشكل منتظم، اللي هي الباك ابس. كمان تكنيكال ميجرز، اللي هي تدابير تقنية، زي ايه؟ ممكن حد يعمل اختراق للشبكة بتاعتي، طب ما انا لازم اكون عارف كويس جدا ان في حاجة اسمها اوثنتيكيشن، اللي هي مصادقة، ان مش اي حد هيقدر يدخل على الشبكة بطريقة عادية، ولازم يكون في تشفير، لازم يكون عندي انكريبشن. يبقى include technologies such authentication and encryption as well as many more. تمام؟ طيب هنا بقى جايب لك الاثنتيكيشن، جه في امتحان ميد ترم قبل كده، وجايب لك الانكريبشن، وجه في امتحان ميد ترم قبل. الاثنتيكيشن هي عمليه المصادقه. المصادقه يعني ايه؟ لما تيجي تدخل موقع تدخل يوزر نيم والباسورد، دي اسمها عمليه المصادقه. is a process، هي عمليه where upon a person must prove ان الشخص لازم يثبت they are legitimate، ان هو يعني لديه الصلاحيه، او legitimate users يعني معناها المستخدمين الشرعيين، of the certain resource، للمصدر ده، يعني لازم تثبت انك المستخدم الشرعي عن طريق انك تدخل مثلا اليوزر نيم او الباسورد، او تحط البصمه بتاعتك، حاجه زي كده. Authentication
tends to involve the user presenting something إن المستخدم يظهر شيء or some information أو بعض المعلومات that proves اللي بتثبت الهوية بتاعته. على سبيل المثال الباسورد أو الفينجربرينت أو البصمة بتاعته بحيث إن هو يقدر يوصل للمكان ده. الانكريبشن اللي هو التشفير is a process of transforming a message عملية تحويل الرسالة so that it is unintelligible to anyone إنها غير مصرح ليها إنها تروح لأي شخص except the intended recipient إلا الأشخاص المسموح لهم who will know اللي هو بيكون عارف how to reverse the transformation اللي يقدر يعرف إزاي يعكس الرسالة أو يعكس الحروف بحيث إن هو يوصل للرسالة الأصلية غير المشفرة. The unencrypted message الرسالة الغير مشفرة بنقول عليها plain text. Encryption is performed by scrambling عملية الانكريبشن بتحصل عن طريق خلط the message in a systematic way خلط الرسالة بطريقة معينة using an often complex mathematical procedures عن طريق عمليات حسابية معقدة اسمها الكريبتوغرافيك الجوريزم. The result of this procedure معروف بالسيفر تكست. يبقى السيفر تكست هي الرسالة المشفرة. هنا بيقول لك additional vulnerabilities of wireless networks يعني الحاجات الإضافية اللي هي بتخلي الشبكة اللاسلكية عرضة للهجمات. تمام؟ هنا بيقول لك the main reason السبب الرئيسي ان wireless networks more vulnerable than wired networks ان الشبكة اللاسلكية عرضة اكتر للهجمات من الشبكة السلكية. ايه هي؟ هو طبيعة الشبكة نفسها. يبقى طبيعة قناة الإرسال هو اللي بيحدد مين اللي عنده مشكلة أو عرضة للهجمات أكتر. بيقولك في الشبكة اللان السلكية العادية يقتصر الوصول للشبكة على مين؟ على الناس اللي لهم وصول فعلي. ليه؟ لأن أنت عندك الشبكة السلكية فيها طرفين، الطرف اللي أنت بتوصله بجهاز الراوتر والطرف اللي بيوصل في جهازك، فمفيش حد هيخترقها، لأن أصلا عشان حد يخترقها لازم يكون عنده طرف يقدر يخترق منه. أما بيقولك الشبكة اللاسلكية ليس لها حدود معينة لأنها تستخدم موجات الراديو لنقل البيانات لمسافات متفاوتة، يعني ممكن أنت تبقى موجود في بيت معين وجارك عنده مجال الشبكة موجود فيقدر إن هو يخترق الشبكة بتاعتك. طبعًا الجيران ما تعملش كده. هنا في الجزء ده بيقولك إن طاقة الإرسال اللاسلكي المستخدمة في الشبكات العادية اللاسلكية اللي هي زي شبكة الواي فاي مثلًا بتكون أقل من اللي موجودة في شبكة التليفون المحمول. هنا كمان بيقول لك ان معدات الواي فاي لها نطاق محدود لكن بتعتمد على طبيعة المبنى وتخطيطه. يعني ايه؟ يعني معدات الواي فاي النطاق بتاعها بيكون محدود لانها بتكون داخل المبنى ولكن ممكن انها تخرج خارج جدران المبنى في بعض الاحيان. طبعا الجزء ده مش مهم قوي. هنا بيقول لك ان في طرق لاكتشاف الاجهزة والبرامج التجارية ممكن نستخدمها للتحقق من امان الشبكة اللاسلكية. يعني انت لو عندك شبكة لاسلكية في البيت عايز تتأكد من ان الشبكة دي امنة بتستخدم بعض البرامج احيانا بتكون موجودة على الموبايل ممكن تقولك الشبكة دي امنة ولا لا. للأسف بعض البرامج دي بيستخدم عشان يخترق الشبكات. اهو يمكن ان تجد هذه الشبكات ايضا شبكات لاسلكية متوفرة في المنطقة. يعني انت دلوقتي عايز تشيك بتشوف الشبكة بتاعتك اللاسلكية امنة ولا لا فبتدخل عليها عن طريق البرنامج ده فبتشوف هل ممكن الوصول ليها ولا لا. بنفس الطريقة ممكن تخترق اي شبكات تانية ضعيفة. اهو يمكن ان تجد هذه الشبكات ايضا هذه الطريقة يمكن ان تجد هذه الطريقة ايضا شبكات لاسلكية اخرى متوفرة في المنطقة وتستخدم للاتصال بشكل غير قانوني. يعني ممكن نحن بنفس الطريقة نوصل لبعض الشبكات التانية بشكل غير قانوني. طبعا الكلام ده يعني انا اختصرته لك بالعربي عشان اوفر عليك الوقت. عندنا بعد كده سؤال مهم جه في الامتحان قبل كده بيقول لك ايه هي المخاوف الرئيسية اللي بتواجه الشبكات اللاسلكية؟ لو عندك شبكة لاسلكية في مؤسسة مثلا ايه الحاجات اللي انت بتكون خايف منها؟ Unauthorized use of bandwidths يعني استخدام الباندويتس لاشخاص غير مصرح ليهم. Eavesdropping او التصنت. ثريتس الهجمات على إتاحة الشبكة. يعني إيه الحاجات دي؟ أول حاجة الـ Unauthorized Use of Bandwidths يعني الاستخدام إن حد يقدر يستخدم موارد الشبكة وهو مش مصرح ليه. Finding and concerning to a wireless access point إن أنت تقدر تتصل بالـ Wireless Access Point without a permission of the owner من غير أي تصريح من صاحب الشبكة. Sometimes known as war driving. أحيانا بيكون اسم war driving وخلي بالك ممكن تيجي لك تعريف في الامتحان.
بيقول لك في اليو كي اند سام اذر كانتريز وبعض البلاد التانية ده يعتبر الليجال او يعتبر شيء غير شرعي. طيب ايه المخاطر اللي ممكن تواجهك؟ use your access point to do something illegal، انه ممكن يستخدم الاكسس بوينت بتاعك مش عشان بس ياخد الشبكه، لا ممكن يعمل بيها حاجات غير قانونيه او غير شرعيه، لان هو لما يجوا يدوروا في الاخر مين اللي بيستخدم الاكسس بوينت هيروحوا لصاحب الاكسس بوينت. ممكن كمان يستخدمها ايفز روبنج مسجز، انه يتصنت على الرسائل، او ديكريز النتورك بيرفورمانس، ما هو بيستخدم الشبكه بتاعتك بيعمل داونلود خلاص، يبقى انت مش هتعرف تستخدم الشبكه اصلا لانه خلاص هو شفطها عنده. طيب expose to additional data charges، ممكن كمان بعد ما تخلص موارد الشبكة ممكن ان الشركة بتاعت الاتصالات تكلفك فلوس زيادة لانك استخدمت الشبكة بشكل كبير. طيب ده بالنسبة لان حد استخدم الباندويتس بشكل غير مصرح ليه. بعد كده الـ eavesdropping او التصنت. eavesdropping is the intercepting، يعني قطع، and reading، وقراءة information، معلومات by someone، عن طريق شخص who is not the intended recipient، مش هو الشخص اللي المفروض يستلمها. يعني شخص كده دخل في النص قدر ان هو يقطع الاتصال، قدر يتجسس عليك بحيث ان هو مش مصرح ليه ان هو يدخل ولكن دخل. and is very real threat، هو يعتبر هجمة مباشرة او حقيقية to the privacy، للخصوصية of information of the wireless network، شبكات اللاسلكية. تمام. طب ايه هي العواقب؟ العواقب ان هو ممكن يتجسس على الايميل، ممكن يعمل ريكورد او تسجيل للويب براوزنج اكتيفيتيز، النشاطات اللي انت بتعملها على الويب. تمام. الكريدت كارد، بيانات الكريدت كارد بتاعتك والبيرسونال ديتيلز والبيانات الشخصيه، البضائع اللي انت بتشتريها والمواقع بتاعت الانترنت اللي انت بتشتري منها، ممكن يكشف كل حاجه انت عملتها، فده يعتبر تصنت مباشر. ثالث حاجه ثريتس تو نتورك availability، يعني هجمات لإتاحة الشبكة، إن هو يخليك ما تقدرش أصلا تستخدم الشبكة بتاعتك، لا هو يستفيد بيها ولا يخليك تستفيد بيها، يفضل يبعت هجمات على الشبكة بتاعتك بحيث إن هو يخربها لك. بيقول لك there is a well known type، في نوع معروف من الأتاك أو الهجمات against networks، ضد الشبكات، معروف باسم Denial of Service، Denial of Service Attack أو DOS. الاتاك ده prevents legitimate users، يعني بيمنع المستخدمين المسموح لهم من دخول الشبكة from accessing services، من ان هم يقدروا يوصلوا لخدمات الشبكة او information عن طريق flooding the network with bugs messages، عن طريق ارسال رسائل وهمية الى الشبكة. الرسائل دي بتفضل تتكاثر 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 لحد ما تمنعك من انك اصلا تقدر تستخدم الشبكة. So that genuine ones are delayed، بحيث ان الرسائل genuine ones اللي هي الرسائل الاصلية اللي المفروض ان هي بتساعدك على استخدام الشبكة are delayed، بتتأخر او ما بتشتغلش خالص. طيب ايه consequences او العواقب؟ بيقول لك reduction in network performance، يعني تقليل اداء الشبكة، and sometimes واحيانا complete network failure، يعني فشل الشبكه بشكل كامل ما تقدرش تستخدمها خالص. مش بس ان هو يقلل البرفورمانس بتاع الشبكه، لا ده منعك من استخدام الشبكه تمام. لذلك الثلاث حاجات دول مهمين وجم في الامتحان قبل كده، وفي سؤال جه في الامتحان قبل كده طلب بس منك الاولى والاخيره وطلب العواقب، يعني كمان البوسيبل كونسيكوينسز مهم. هنا عندك بعد كده factors او العوامل influencing اللي بتاثر في تصميم اجراءات الامان اللاسلكيه، يعني احنا لما نيجي نعمل اجراءات امان لاسلكيه ايه العوامل اللي بتاثر فيها؟ خلي بالك السؤال ده يعتبر اجابته دي. هنا بيقول لك why we apply، احنا ليه بنطبق عمليه الاوثنتيكيشن والانكريبشن؟ ايه الهدف من تطبيق الاوثنتيكيشن اللي هو المصادقه والانكريبشن اللي هو التشفير؟ عشان نتأكد من ان فقط المستخدمين الشرعيين هم اللي من حقهم يوصلوا للشبكة، وان فقط المستقبلين الشرعيين هم اللي من حقهم يشوفوا الرسائل. ده ممكن يجي سؤال في الامتحان. طيب بالنسبة للوايرد نتوركس بيقول لك انها بتستخدم security communications protocols، يعني بروتوكولات عشان عملية السكيورتي، to establish secure connection، عشان تبدأ اتصال آمن او عشان تتأكد من عملية السكيورتي في يعني بعض الرسائل المعينة انها تتأكد من السيكوريتي. اما بالنسبة للوايرلس نتوركس او الشبكات اللاسلكية، خلي بالك الشبكات السلكية اصلا امنة لانها بتبقى عبارة عن اسلاك، بنستخدم معها سيكوريتي بروتوكولز ولكن هي امنة بطبعها،
لكن الوايرلس نتوركس بتبقى في الهواء الطلق. فهو بيقول لك despite بالرغم من additional vulnerabilities او نقاط الضعف او restrictions او القيود, most wireless equipment معظم اجهزه الوايرلس ذات الصوت today اللي بتتباع النهارده بيكون فيها tools ضروريه عشان توفر لنا adequate level of security, يعني عشان توفر لنا مستويات كافيه من security او الامان. تمام, بيقول لك بشرط ان انت تعمل لها اعداد وتكونها بشكل سليم. طيب عندك بعد كده هنا security measures have to be carefully designed to consider, يقول لك لازم تصمم التدابير الامنيه بعنايه للعمل بها. لا, انا بفضل ان احنا نقول عوامل للاخذ في الاعتبار عند تصميم التدابير الامنيه. ايه الحاجات اللي لازم ناخدها في اعتبارنا لما نيجي نصمم التدابير الامنيه؟ اول حاجه يوزر اكسبيرينس, تجربه المستخدم, لان المستخدم هو اللي بيكون متابع الشبكه بتاعته, هي تم اختراقها, هل السكيورتي اللي مستخدم فيها كويس ولا لا. فاليوزر اكسبيرينس مهم. ليميتيشن اوف ديفايسز, ممكن يكون الجهاز اللي عندك اصلا هو جهاز ضعيف, السكيورتي بتاعه ضعيف فممكن يخترق بسهوله. تمام, ترانسميشن شانل, قناه الارسال بتفرق برضو في عمليه السكيورتي. ما انت عايز تعرف قناه الارسال دي هل هي معرضه للهجمات ولا لا. يعني الحاجات دي احنا لما نيجي نعمل تدابير امنيه لازم ناخدها في اعتبارنا. تمام, كمان intended use of network while ensuring adequate level of security are provided, يعني بنجرب الشبكه بتاعتنا, بنبدا نستخدمها بشكل مقصود واحنا بنوفر مستويات معينه من الامان عشان نشوف الشبكه دي هينفع انها تخترق بسهوله ولا لا. سؤال ممكن يجي في الامتحان هنا, بيقول لك ان عاده مستويات ضبط المصنع الافتراضيه بتوفر لك امان غير كافي. عندك بعد كده سؤال قبل كده جه في الامتحان بيكلمك عن الويب. الويب هي تقنيه مستخدمه في التشفير, بتستخدم عاده في الراوترات. يعني انت لو عندك راوتر بتدخل بيقول لك انت عايز تعمل تشفير عن طريق ال WEB ولا ال WBA ولا ال WBA2, فهي انظمه مستخدمه في عمليه التشفير. بيقول لك ويب از ا بارت اوف اوريجينال 802.11 ستاندرد اند بروفايدز ان اوبشنال انكريبشن بروسيجر, بتوفر لك طريقه للتشفير. وات ذا مين ايم اوف ويب, ايه هي الهدف الاساسي منه؟ اكسبلين هاو ويب وركس, ازاي بيشتغل, اند هاو اتس انكريبشن سكيم وركس. خلي بالك السؤال ده جه بالنص في الامتحان, انا جايبه لك من الامتحان. ويب از ا بارت اوف اوريجينال 802.11 ستاندرد اند بروفايدز ان اوبشنال انكريبشن بروسيجر, يعني بيوفر لك عمليه انكريبشن اوبشنال يعني اختياري. ذا مين ايم اوف ويب, الهدف الاساسي منه وسط بروفايد ا بروتكشن, ان هو يعمل لك حمايه ضد حاجه اسمها الكاجوال ايفز دروبنج. الايفز دروبنج اللي هو التصنت, تو ميك ا وايرلس لان, انه بيخلي لك الشبكه اللان الوايرلس مساويه للشبكه الوايرد لان الامنه. يعني الشبكه الوايرد اللي هي السلكيه بتبقى امنه, فهو الويب ده بيحاول يخلي الشبكه اللاسلكيه تبقى حمايتها زي حمايه الشبكه السلكيه. In addition, بالإضافة إلى إن هو it allows access control, بيعمل عملية إتاحة للوصول to be set up so that only legitimate users, بحيث إن المستخدمين الشرعيين يقدروا يوصلوا للشبكة. Encryption and access control, encryption اللي هو التشفير و access control اللي هو إمكانية الوصول, are achieved by issuing nodes with a secret key, عن طريق إن النود اللي هي جهاز اللابتوب مثلا بيطلع سيكريت كي او بيطلع مفتاح that could be used, ممكن يستخدم فور عملية الاثنتيكيشن عشان يقدر الجهاز ده يثبت ان هو مستخدم شرعي عشان يقدر يتصل بالاكسس بوينت with the access point. تمام, وعشان عملية الداتا انكريبشن. الويب بتستخدم حاجة اسمها الستريم سايفر تو انكريبت مسجز, عشان تقدر تشفر الرسائل بين جهاز اللابتوب وبين جهاز الراوتر او جهاز الاكسس بوينت, بتستخدم حاجه اسمها الستريم سايفر. الستريم سايفر انكريبتس ا ستريم اوف بيتس 1 بيت ات ا تايم. يعني ايه 1 بيت ات ا تايم؟ يعني كل ما الجهاز ما يطلع بيانات, عندك جهاز اللابتوب وعندك جهاز الاكسس بوينت, فكل ما الجهاز ما يطلع كل ستريم يعني بيبعت البيانات في هيئه ستريم بيانات مباشره, فبيقوم واخدها جهاز الاكسس بوينت بيبدا يعمل لهم تشفير واحد واحد, مش بلوك كامل, لا واحد واحد.
هو ده نوع الستريم سايفر. انكريبتس ستريم اوف بيتس، ستريم اوف بيتس يعني مجموعه من البيتس اللي بتوصل في الستريم او في القناه، وان بيت ات تايم، باستخدام لونج كي عن طريق مفتاح طويل اسمه الكي ستريم. الكي ستريم لوكس لايك راندوم سترينج، يعني في كي ستريم هو بيشفر بيه. الكي ستريم ده عباره عن ايه؟ عباره عن المفتاح بتاعه اللي هو بيشفر بيه، وهو بيقول لك ان هو عباره عن راندوم سترينج. لوكس لايك راندوم ستريم اوف بيتس، looks like random string of bits but is actually generated، ولكن هو بيتم انتاجه بطريقه معينه، in a known way يعني بطريقه معروفه. generated يعني توليده. the sender and the recipient privately، يعني السندر اللي هو ده والريسيبنت اللي هو المستقبل اللي هو جهاز الاكسس بوينت، هما الاثنين بشكل privately يعني بشكل خاص بيقدروا يعملوا شير او مشاركه ل the known generation method، للطريقه اللي بيعملوا بيها generation للكي. يعني ده لازم يطلع كي وده لازم يكون عنده نفس الكي، فعشان الاثنين يكون عندهم نفس الكي هما الاثنين بيستخدموا ميكانيزم معين عشان يقدر يولد نفس المفتاح. ده مفتاح التشفير بيشفر، يبعته للاكسس بوينت، الاكسس بوينت يقدر يفك التشفير، فلازم يكون عندهم نفس المفتاح. فعشان كده هما الاثنين بيكون عندهم ميكانيزم واحد، so that both can create and subsequently use the same key. هما الاثنين بيستخدموا نفس المفتاح لان هما الاثنين عندهم نفس الطريقه اللي بتولد نفس المفتاح. السؤال جه كده على بعضه في الامتحان. هنا بقى بيقول لك في حاجه اسمها الانيشاليزيشن فيكتور، دي مرحله بتحصل اصلا قبل عمليه التشفير. انت اثناء عمليه الانستوليشن للراوتر والاجهزه اللي موجوده، فأثناء عملية الانستوليشن بتحط كي في كل الأجهزة دي، خلينا نسميه كي 1، ده أثناء عملية الانستوليشن. لما تيجي تبعت مسج من الراوتر لأي جهاز من الأجهزة، بتضيف الكي 1 إلى كمية من البيانات عشوائية بيتم توليدها اسمها الكي 2، الاتنين بيندمجوا مع بعض بحيث ما تقدرش تفكهم مع بعض. ايه الهدف من كده؟ الهدف ان هما كانوا خايفين ان لو في مخترق اخترق اي جهاز من الاجهزة دي هيقدر يحصل على الكي 1، فاحنا مش هينفع نبعت الكي 1 لوحده. فعشان كده عملنا حاجة اسمها الانيشاليزيشن فيكتور، عبارة عن كمية من البيانات بيتم توليدها بشكل عشوائي بحيث ان انت تضيفها على الكي 1، بحيث ان لو المخترق قدر يخترق اي جهاز من الاجهزة هيقدر يوصل للكي 1 مش هيقدر يوصل للكي 2، ولو اخترق الرسالة مش هيشوفهم مجموعين لكن مش هيقدر يطلع الكي 2 لوحده. اللي يهمني تعرفه في الجزئية دي ان انت في كي عندنا بنعمله اثناء عملية السيت اب اللي هو الكي الاولاني، وفي كمان كمية من البيانات عشوائية بيتم توليدها دي اسمها الانيشاليزيشن فيكتور. بيقول لك ويب سوليوشن was to keep a part of the shorter secret key the same for all transmission. يعني من الحلول بتاعه الويب ان هو كان بيعمل ايه؟ كان بيحط سيكريت كي بيكون ذا سيم لكل الترانسميشن في كل الاجهزه. and this can be programmed into both access point، ده بيكون موجود في الاكسس بوينت وفي النودز كلها في مرحله السيت اب ستيج. and to append another random value، وبعد كده بنضيف عليه كميه من البيانات عشوائيه before encryption takes place، يعني قبل عملية الانكريبشن وقبل ما نستخدم عملية الستريم سايفر. This random value changes، الكمية العشوائية من البيانات دي بتتغير with each transmission في كل عملية نقل، with the result that different key is generated each time، يعني المفاتيح بتتولد عشوائيا كل مرة. ده اسمه ايه؟ اسمه الانيشاليزيشن فيكتور. هنا بيقول لك one of the major obstacles، يعني من العوائق الرئيسية to be overcome اللي عايزين نتغلب عليها in the implementation of stream cipher is that the same key stream should not be used more than once، ان نفس الكي ستريم اللي احنا كنا بنتكلم عنه ما ينفعش يستخدم اكتر من مرة. دي واحدة من العوائق. otherwise وإلا mathematical techniques، في تقنيات حسابية can be applied، ممكن تتطبق to capture data stream عشان يقدر ياخد الداتا ستريم، that can lead to the recovery of the key، واللي ممكن توصلهم للكي ستريم نفسه. يعني هيبدأوا ان هم ياخدوا بعض البيانات كل مرة، كل مرة ياخدوا بعض البيانات، وبناء على عمليات حسابية ممكن ان هم يقدروا يطلعوا الكي ستريم لو هو كان متكرر.
لكن لو كان بيتولد كل مرة مش هيقدروا يعملوا حاجة. هنا بقى بيكلمك عن البلوك سايفر. الاستريم سايفر احنا اتفقنا ان ممكن يكون بين جهاز وبين الاكسس بوينت، ان انت بتعمل انكريبشن لكل ستريم او كل بت لوحده، يعني ده بيتعمل له انكريبشن، ده بيتعمل له انكريبشن، ده بيتعمل له انكريبشن، كل واحد لوحده. اما البلوك سايفر ان انت لو عندك بلوك كامل من البيانات، يعني البيانات بتتجمع في بلوك وبعد كده البلوك ده بيروح على بعضه يتشفر، ده اسمه البلوك سايفر. البلوك سايفر is an alternative to stream cipher، هو بديل للستريم سايفر. Whereas a stream cipher operates on a single bit at a time، الستريم سايفر كان بيشتغل على single bit كل مرة، البلوك سايفر operates on a block of plain text، يعني بياخد plain text أو كمية غير مشفرة من البيانات بيروح يشفرها مرة واحدة، and transforms it into block of cipher text، بيحولها إلى بلوك تاني ولكن مشفر. بلوك ciphers can use the same key، ممكن يستخدم نفس المفتاح to encrypt multiple blocks. خلي بالك البلوك سايفر ممكن يستخدم نفس المفتاح عشان يشفر مجموعة من البلوكات without compromising security، من غير أي تأثير على السيكوريتي أو الأمان. طيب هنا بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك why stream cipher was chosen for web، ليه استخدموا الستريم سايفر في الويب بدلا من استخدام البلوك سايفر، يعني ليه استخدموا الستريم سايفر اللي هو بيتشفر 1 بت ات سكند بدل ما يستخدموا نظام البلوك ان هم يشفروه وبعدين يبعتوه بحيث ان هو يتفك تشفيره. اول سبب بيقول لك ان لو حصل خطأ في بت واحده في التشفير فهي البت دي هي اللي هتتأثر بس، يعني لو في غلط في البت دي فالبت بس هي اللي هتتأثر، لكن لو حصل غلط في بت موجودة في البلوك البلوك كله هيتأثر، لكن في تشفير البلوك ممكن خطأ واحد يؤدي إلى تأثر البلوك بالكامل. بيقول لك في اعتبار آخر وهو إن الاستريم أسرع، الاستريم سايفر أسرع من البلوك سايفر لأنه بيتم تشفيره بشكل منفرد عن أي بت. كمان بيقول لك يتطلب الاستريم أيضا معالجة أقل من البلوك، يعني ده بيتعالج محتاج معالجة أقل، وده بيكون مفيد لتطبيقات زي الواي فاي اللي محتاجة طاقة منخفضة لأن هي أحيانا بتستخدم أجهزة بتشتغل بالبطاريات. ده سؤال مهم. هنا كمان سؤال بيقول لك problems with WEP relation to the size of IV اللي هو الانيشاليزيشن فيكتور، مشاكل مرتبطة بحجم المفتاح اللي هو الانيشاليزيشن فيكتور. بيقول لك انه 24 بت initialization vector is not long، دي تعتبر مشكلة موجودة في الويب ان هو صغير خلاص، is not long enough to generate this on busy network، فهو يعتبر صغير. ال 24 بت IV او initialization vector can provide only 2 اس 24 اللي هو الرقم ده different values من القيم المختلفة خلاص، and with today's data ومع البيانات بتاعت النهاردة الداتا ريت بتاعت النهارده والفوليومز والاحجام بتاعت الشبكات بتاعت النهارده doesn't take long for the same initialization vector to be repeated، يعني ما بتاخدش وقت كبير من الانيشاليزيشن فيكتور ان هو يتكرر تاني، ما هو انت بعد ما تخلص الديفرنت فاليوز دي هترجع تكرر الانيشاليزيشن فيكتور تاني، فهو لو اتكرر تاني ممكن يتعرف، ممكن ان هو يترصد خلاص. وهنا بيقول لك freely available hardware and software، ممكن نستخدم أجهزة وبرامج متوفرة مجانا مش بس عشان نتحقق من أمان الشبكات اللاسلكية ولكن أيضا للحصول على وصول غير مصرح به، يعني احنا ممكن في الآخر نوصل للinitialization vector لما يتكرر أكتر من مرة. طيب هنا بيقول لك once sufficient packets، يعني كمية كافية من الباكتس have been transmitted ممكن تتنقل، بيحصل ان الانيشاليزيشن فيكتور از ريبيتد، بيتكرر ماثيماتيكال تكنيكس، بعض العمليات الحسابيه او التقنيات الحسابيه كان بي ابلايد ممكن نطبقها عشان نستخرج الاوريجينال داتا ستريمز، وممكن كمان نستخرج السيكريت كي او المفتاح السري which means واللي معناه انه الترانسميشنز او عمليات الترانسميشنز القادمه ممكن كومبرومايزد، يعني معرضه للخطر. طيب هنا بقى طلعوا تقنية جديدة اسمها الـ WPA أو الـ Wi-Fi Protected Access. هنا بيقول لك explain briefly WPA protocol how it's different from web protocol.
يعني هما بيطلعوا ال WPA علشان يتغلبوا على المشاكل اللي كانت موجودة في الويب. السؤال ده جه بالتفصيل في الامتحان بنفس الطريقة وكانت هي دي الإجابة. أول حاجة بيقول لك هما قدموا النوع ده كحل سريع بيعالج العيوب بتاعة الويب. طبعا هو لما طلع بيعالج عيوب الويب. بيقول لك ال WPA ممكن يشتغل على الأجهزة الموجودة، يعني مش محتاج أجهزة جديدة، ولا يتطلب سوى تحديثات للبرامج للأكسس بوينت وكارت الشبكة اللاسلكية على الكمبيوتر. يعني هيتطلب ان احنا نحدث البرامج اللي موجودة في الاكسس بوينت، وهيتطلب ان احنا نحدث كارت الشبكة اللاسلكية. بيستخدم برضو نفس طريقة التشفير اللي هي الاستريم سايفر اللي كانت مستخدمة في الويب، مع مفتاح تشفير 128 بت، ولكن تم معالجة العيوب المعروفة اللي كانت موجودة في الويب اللي هي ايه؟ مفتاح الاي في اللي هو الانيشاليزيشن فيكتور اصبح اطول، واصبح مدمج مع المفتاح السري بشكل اقوى. كمان تم تغيير مفاتيح التشفير المستخدمة بين الأجهزة بعد فترة زمنية محددة أو بعد إرسال مجموعة معينة من البيانات. ده سؤال مهم جه في الامتحان قبل كده. عندك بعد كده الـ WPA2، بيقول لك إن الـ WPA2 بيستخدم مكونات مادية جديدة، وده لأنه بيستخدم آلية تشفير جديدة، وبالتالي بيستغرق وقت أطول من WPA للاندماج والتشغيل. بيطور درجة الأمان اللي موجودة في WPA، يعني WPA ده كمان اللي هو الأخير ده هو طور درجة الأمان اللي موجودة فيه، وفر مستوى أعلى من الأمان. بيقول لك إن معظم كروت الشبكة اللاسلكية والأكسس بوينت الحديثة بتوفر الأنواع اللي هي ويب WPA WPA2 كخيارات. على فكرة أنت لو فتحت الصفحة بتاعة الراوتر عندك في جهاز الكمبيوتر هتلاقي الثلاث أنواع دول هم اللي فعليا موجودين النهاردة في الراوترات. هنا بيقول لك there are straightforward steps، في بعض الخطوات to increase the level of security عشان تزود مستويات الأمان على الشبكة اللاسلكية اللي ممكن تكون موجودة في البيت أو في مكتب صغير. تمام، إيه هي الخطوات المباشرة اللي بنزود بيها مستويات الأمان؟ على فكرة السؤال ده ما جاش في الامتحان أو أنا ما شفتوش في الامتحان قبل كده، بس شكله سؤال امتحان فهو مهم. طيب إيه الخطوات اللي هنزود بيها مستوى الأمان؟ select an appropriate security protocol، يعني بنختار بروتوكول مناسب للحماية من البروتوكولات اللي فوق WPA أو الويب الحاجات دي. allow access only to known nodes، نسمح الوصول بس للأجهزة المعروفة، يعني ندخل على صفحة الراوتر عندنا على الكمبيوتر ونسمح بس لأجهزة معينة إنها تدخل الشبكة. change if necessary the default settings، غير الإعدادات الافتراضية for administrator login data and the name والاسم، اسم الشبكة which the network is identified. طبعا بتغير اسم المرور، بتغير اسم المستخدم، بتغير كلمة المرور. change the default settings، بتغير الديفولت سيتنج الاكسس بوينت سيرفيس سيت ايدنتيفاير اللي هو الاس اس اي دي او اسم الشبكة. اهو هنا بيقول لك ان الاس اس اي دي هو النتورك نيم او اسم الشبكة، تمام، وبيتم الكشف عنه لأي جهاز بيبحث عن الشبكات اللاسلكية في المنطقة. آخر حاجة عندنا الواي فاي اند اذر موبايل وايرلس تكنولوجيز. طبعا احنا بنوصل النت احيانا من تليفوناتنا، فهو بيقول لك البديل للواي فاي هو الموبايل وايرلس تكنولوجيز. بيقول لك the alternative is to access network services، انك ممكن توصل للخدمات من خلال الموبايل تليفون نتورك، من خلال شبكة التليفونات. موبايل تليفون نتورك is much greater coverage، لها تغطية في كل مكان، would be first glance appear to be a much more attractive solution، ممكن انها تكون حل جذاب اكتر. طب لما هي حل افضل او جذاب اكتر ليه بنستخدم شبكات الواي فاي؟ بيقول لك why then، طب ليه the rise in the availability of Wi-Fi hotspot and services، ليه خدمات الواي فاي وأماكن الواي فاي بتزيد أو كتير؟ معنى كده إن الواي فاي برضو شغالة كويس، فهو مدي لك ثلاث أسباب first و second و third. السبب الأول بيقول لك إن شبكة واي فاي بتعمل في نطاق ISM اللي هو مش محتاج ترخيص للاستخدام، يعني على عكس شبكة الهاتف مش محتاجين نشتري تراخيص للطيف عشان نقدر نستخدم الشبكة. كمان تطوير الواي فاي في مؤسسة بتطوره اسمها الواي فاي ألاينس اللي هي بتعالج مشاكل عدم التوافق، فدي برضو بتحل لك أي مشكلة موجودة في الواي فاي وبتطوره باستمرار. كمان بيقول لك إن في حاجة اسمها الواي فاي سيرتيفيكت أو شهادة الواي فاي اللي بتحسن تجربة المستخدم بشكل كبير وبتطور الاستخدام ورضا العملاء وانخفاض المرتجعات وتقليل تكاليف إدارة المؤسسات. دي حاجة اسمها شهادة الواي فاي. فالثلاث حاجات دول بيخلونا نقدر
نستخدم الواي فاي، مش لازم نستخدم لها بديل لان هي اصلا لوحدها كويسة. السؤال ده برضو ممكن يجي في الامتحان بس يعني سؤال ضعيف. هنا بيقول لك an emerging competitor يعني منافس ناشئ for the provision of يعني بيوفر لنا universal networked access، بيوفر لنا إمكانية الوصول للشبكة أو لشبكة شبكة زي شبكة الواي فاي، يعني اسمه الموبايل واي ماكس. الواي ماكس ميزته إن أنت بتقدر توصل في الأماكن النائية أو الأماكن البعيدة ما بتقدرش إنك تتوصل بخدمات الواي فاي، ممكن إن أنت توصل بالواي ماكس، يعني هي بيوفر خدمات لأماكن بعيدة. الواي ماكس is a generic name، هو اسم عام للـ IEEE 802.16 family of wireless wide area network اللي هي شبكات الوان wireless WAN. الواي ماكس has cellular structure يعني بنية خلوية زي شبكات الهاتف المحمول similar to mobile phone networks and use high power، وبتستخدم باور عالي في الإرسال to carry its signals عشان يقدر يحمل عليه الإشارة لأنه بيوصل لمسافات بعيدة. وهنا بيقول لك إن الواي ماكس ممكن يشتغل برخصة أو بدون رخصة في شبكات الطيف الروديوي. بالشكل ده احنا انتهينا من سيشن 4 بشكل كامل. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.